الرياضيين المفاجئ، ناقوس خطر يهدد لاعبي الكرة. ولم يعد الأمر مقتصرا على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، وإنما امتد لخارجه. أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، آخر أعضاء القائمة الطويلة، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرية في مارس الماضي، قبل أن يفارقنا صباح اليوم في فاجعة جديدة تصيب الرياضة المصرية عامة وكرة القدم بصفة خاصة. ضمت القائمة محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي داخل ملعب التتشة في 31 من أغسطس 2006، بعدما توفي على إثرها بأزمة قلبية عن عمر يناهز 23 عاما. كما تعرض أدهم السلحدار لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه المجد أمام الزرقاء في دور القسم الثاني، توفي على إثرها. على الصعيد العالمي، فارق الكاميروني مارك فيفان فوي الحياة عن 28 عاما خلال مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2003 إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة. وتوفي دافيد السوري قائد فريق فيرونتينا عن عمر يناهز 31 عاما نتيجة لإصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده بمعسكر فريقه استعدادا لمباراته أمام أودينيزي ضمن منافسات الجولة 27 للدور الإيطالي. كما رحل أندريا بيورتا لاعب أشبيلة الإسباني في 2007 بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة ختافي بالدوري. توفي الهادي بن رخيصة في 1997 خلال مباراة ودية لفريقه الترجي مع ليون الفرنسية بنفس الإصابة وسط ذهول وصدمة من المتابعين. الإيمان بقضاء الله وقدره ثابت، وهو العزاء الدائم لنا في كل هذه الحالات وغيرها مما لم يتسع تقريرنا لحصره. وما علينا هو الأخذ بالأسباب والسعي وراء التشخيص المبدئي السريع والتحرك للوقاية، فليستجيب أحد لهذه النداءات. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بضيوفي النهارده دكتور محمد رمضان، مشرفني النهارده يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. أهلاً دكتور عمرو عثمان، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك؟ نبتدي مع الدكتور محمد. دكتور محمد، شايف ازاي حاله احمد رفعت الله يرحمه؟ الامور كانت ازاي؟ هو حاله كابتن احمد رفعت يمكن الامور بس كانت مختلفه شويه عن تقييمنا لاي لاعب تاني. احنا بحكم شغلنا مع اللعيبة او تقييمنا كطب قلب رياضي اللعيبة التانية، احنا بنشتغل قبل ما يحصل اي مشكلة، فبنقيم بنعمل الفحوصات بتاعتنا العادية عشان نعرف اللعيبة وضعها ايه بالظبط. اللعيب اللي عنده مشكلة بنبتدي بنمشي في اجراءات فحوصات او حاجة، نعرف هل احنا محتاجين حاجة جديدة نزودها، هل هو عنده معرض لقدر الله الازمة قلبية او حاجة، وبناء عليه بيتم اتخاذ القرار طبقا للنتائج الفحوصات. في حالة الكابتن أحمد يعني هو كان معدي كل الفحوصات أكيد قبل كده اللي كان عاملها كقلب، لكن لو كان الأمر بإيد الدكاترة أو بإيد الطب دايما ما كانش حصل حاجة زي اللي حصلت للعيب اللي هو إريكسون، اللي هو وقع في الملعب وجاله أزمة قلبية وتوقف في القلب وحصل له انعاش قلب رئوي. فالتعامل مع الوضع يعني مجهود كبير جدا يشكر عليه الزملاء في اسكندرية في المستشفى اللي اشتغلوا على كابتن احمد الله يرحمه، والحقيقه يعني ان هم عملوا مجهود جبار او حاجه تشبه المعجزه، ان اللاعب قدروا يعدوا بتوقف عضله القلب لوقت طويل وضربات غير منتظمه، وقدرنا نعدي بيه لبر الامان بعد فتره طويله جدا الاقامه في الرعايه المركزه ومتابعه دوريه من كل التخصصات لحد نقله للقاهره لغايه لما تولى التيم الثاني اللي هو التيم يعني طب القلب الرياضي اللي كان مختص بالتعامل مع الحاله، وهم ناس ذو خبرات كبيره في التعامل مع الحالات دي. لكن في الاخر هو احنا الدكاتره بنجتهد وبنحاول نقلل فرص الاصابه او فرص الوفاه او لا قدر الله يعني توقف القلب، لكن في الاخر ما نقدرش نمنعها، القدر احنا ما نقدرش نمنعه، ولكن في الاخر بنمشي في التراك المعين اللي مرسوم لنا طبقا للارشادات الأوروبية أو الإرشادات الأمريكية، وغاية لما في الآخر بنوصل لتشخيص ونقدر نتعامل معه.
دكتور عمرو، حضرتك كنت من الفريق الطبي المعالج ليه في اسكندريه. تمام. ممكن حضرتك تشخص لنا بقى الحاله؟ تشخيص الحاله كسبب اللي حدث بالظبط، ولا قصدي حضرتك تشخيص الحاله هو كابتن احمد الله يرحمه وصل لنا ازاي وتم التعامل معاه ازاي من بدايتها يا فندم؟ يعني سلوكه ازاي والحاله كانت ايه؟ الكابتن احمد انا اتبلغت بيه فور حدوث الواقعه واذاعتها على التلفزيون زي ما حضرتك تابعتها طبعا. اتبلغت بيه بعدها بالظبط بخمس دقائق ان في حد وصل المستشفى، ما اتبلغتش ساعتها انه كابتن احمد، وبيعاني من توقف في عضله القلب وبيتم اعطاءه صدمات كهربيه مع عدم استجابه البؤر الكهربيه للصدمات دي. المفروض الصدمات مع البؤر الكهربيه مع الصدمات بيبتدي توقف عملها. لا، تكرار حدوث الصدمات هنا كان لازم ندور على سبب ليه البؤر الكهربيه مستمره في هذا النشاط وليه احنا مش عارفين نوقفها. فقلت لهم لا، استمروا في الانعاش لحد ما وصلت الحمد لله بالسلامه وتم التعامل واعطاء عدد كبير جدا من الصدمات واستمرار في الانعاش لان في سبب موجود احنا ما كناش لسه شايفينه وكانت التحاليل لسه ما ظهرتش. فاضطريت ان انا ابتدي اني اعالج كل الامور اللي ممكن تؤدي لاضطراب كهربه القلب بما فيها اختلال املاح الجسم وتعويض نسبه الحموضه اللي موجوده لحد الحمد لله ما ربنا كرمنا واذن وقلب كابتن احمد الله يرحمه رجع اشتغل من تاني ساعتها. وفور الموضوع ده تم نقله الى غرفه العنايه المركزه للاطمئنان بس على استقرار الوضع وان تسارع البطاينه ده مش هيتكرر تاني وان ان شاء الله الدنيا تستقر لحد ما نشوف الاجهزه والاعضاء اللي تضررت من عدم وصول الدم ليها فتره طويله، فتره الانعاش. وده كان طبعا دور الاساتذه الدكاتره اللي موجودين في العنايه المركزه واستثناء مشاكل القلب انها ممكن تعمل ده. بس احنا في الوضع ده بنفرق ما بين الطوارئ وما بين الخطه العلاجيه. يعني في الوضع ده ما كانش عندي رفاهيه التفكير في الاسباب، انما كان الهدف من الموضوع هو انقاذ حياه شخص معين وبعدين نبتدي نفكر اللي عمل ده ايه عشان نبتدي نعالجه. هنا احنا ابتدينا بده، ولما الاوضاع استقرت شفنا الاعضاء اللي في جسمه اللي كان فيها تضرر، ولما الوضع استقر اكتر واكتر الساده الاساتذه الافاضل في المستشفى اللي في القاهره الوادي النيل تفضلوا وقاموا بالدور كبير جدا طبعا في متابعه الحاله الصحيه ووضع خطط العلاج وبروتوكولات العلاج. كنت حضرتك تتوقع ان الحاله هتتحسن كده؟ ما حضرتك شفته على الشاشه كنت حاسس ان ده طبعا طول ما في فتره انعاش طويله، طول ما في عدم توقع لتحسن الحاله. إلا أن الإنعاش لما يبقى مؤثر هو المفروض أنه هو بيقوم بوظيفة القلب. يعني الضغط على صدر المريض في الوقت ده هو بيقوم بعمل الانقباض والانبساط بتاع القلب نفسه. فطول ما كان ده موجود ده يقول أن الإنسان هيعود بشكل طبيعي أو لا، محدش بيعرف في الأول خالص. ولكن برضو الكابتن أحمد الله يرحمه كان إنسان رياضي ما عندوش أمراض مزمنة الحمد لله خالص الله يرحمه، وبناء عليه كنا نتوقع تحسن لأن خلايا ما فيهاش نوع من أنواع الأمراض المزمنة أو حاجة تأذي الخلايا دي، فكنا توقعنا ده. ولكن طبعا اللي حصل أكتر بكتير الحمد لله مما توقعناه، وعاد الحمد لله خلايا مخه اشتغلت كويس، القلب الحمد لله الوضع بتاعه كان مستقر ساعتها، الرئة الحمد لله اتحسنت كتير بعد الالتهاب اللي كان موجود، والكلى مستشفى وادي النيل الحمد لله تعاملت مع الوضع بشكل كويس الحمد لله. دكتور وليد دعبس رئيس النادي قال وهما بيعملوا فحوصات لاحمد رفعت لقوا ان في جينات في امراض قلبيه. هو الاسباب الرئيسيه دايما لتوقف عضله القلب في اليانج اثليتس او الرياضيين يعني اللي سنهم صغير كذا حاجه، من اشهرهم طبعا ان اصابه بجلطات القلب في سن صغير هي ممكن تحصل. السبب الثاني بيبقى عيوب خلقيه في القلب او اختلال في كهربه القلب بعيوب جينيه، ودي بتبقى يعني بتتطلب فحوصات اكتر شويه بقى، بنعمل دراسه كهروفيسيولوجيه للقلب او حاجه بنشوف مدى احتياج المريض لتدخل عن طريق كي او تركيب جهاز صدمات. والسبب الثالث ده بيبقى تضخم غير متماثل، واعتقد هو لو كان السبب الثالث كان يعني تم الاعلان عنه من بدري، ولكن يعني هو سبب مش هيخرج بره السبب الاول والثاني. وده هو الاقرب يعني الاقرب تصور فعلي للوضع الحالي يعني او القصه اللي حصلت. يعني شايف حضرتك ان احمد كان مركب جهاز؟ انا مش عارف انا بس لا، هو ما كانش مركب جهاز فعليا، هو كان لسه تحت في مرحله الفحوصات يعني. اوكي. فاحنا طب القلب الرياضي في مصر بيمشي بمجموعه من الخطوات، احنا بنمشي خطوه ورا الثانيه، لما بنخلص حاجه بننقل للمرحله الثانيه. وفي امثله كتيره للعيبه، في ناس احتاجت تركيب، في ناس ما احتاجتش تركيب، يعني اريكسون احتاج، في لعيب ثاني ما احتاجش يركب. وبرده حتى تركيب الجهاز
هو لا يمنع لا قدر الله الوفاه، هو بيقلل فرص الوفاه، لان يعني المريض لو جاله ضربات غير منتظمه وركبته بيشتغل تقريبا في دقيقه و20 ثانيه بيدي مجموعه من الصدمات، ما كانش بيفضل شغال لغايه لما البطاريه تفضى. فلو السبب ما تعالجش فاحنا يعني ما مش هيأدي الدور الكامل او مش هيرجع المريض للحياه يعني. بعد ما حضرتك شفت الحاله طبيا بالتحسن الشديد ده، حضرتك كنت متوقع انه ممكن يحصل انتكاسه؟ والله انا المفروض ان الوضع اللي حصل طالما ما وصلناش لتشخيص مبدئي ممكن يتكرر في اي وقت، ولكن انا مش على بصراحه درايه كافيه باخر الفحوصات والتحاليل اللي تمت والتدخلات اللي تمت بالكامل، فبناء عليه ما اقدرش اقرر حاجه زي كده او اقول ده. ولكن اللي اكيد كان حاصل ان كان في حاجه اسمها جايد لاينز، ودي التوصيات العالميه لجمعيه القلب الاوروبيه والامريكيه، ودي اللي المفروض كلنا نتبعها، وكانت متبعه بالظبط بناء في علاج حاله الكابتن احمد الله يرحمه. كون حاجه حصلت خارج الموضوع ده فده مش معناه ابدا ان لازم يكون في حد ما عملش حاجه او حاجه، بالعكس كل الناس ادت يعني كل الظروف، احنا مش بنروحين الحته دي، بالعكس احنا كل الناس ادت كل اللي عليها، ولكن كون ان ده حصل فده لوجود اي سبب من قاله الدكتور محمد من حيث العامل الوراثي او من حيث عامل جيني موجود، فده مش معناه ابدا ان في حاجه مش متبع، بالعكس كل التوصيات الاوروبيه والامريكيه اتبعت بالكامل. وارد حدوث الموضوع ده تاني؟ طبعا كان وارد حدوثه تاني في اي وقت، لان حتى الان السبب كان لسه تحت البحث والدراسه. هل حضرتك واحنا بنعمل الاجراءات والفحوصات الطبيه اللي هي بتاعت كل سنه نقدر نتفادى الامور دي؟ في جزء كبير منها ممكن نتفاداه طبعا. هو الحمد لله احنا عندنا داتا يعني قويه جدا من خلال يعني الكشف الطبي الدوري على لعيبه المنتخب الاول او منتخب الشباب او حتى منتخب البنات، بيبقى عندنا داتا وارقام وعندنا فحوصات، فاي لعيب احنا عندنا بنشك في حاجه فبنعمل فحوصات متطوره. يعني على مثال الحصر مثلا وقت الكورونا في لاعبين جالهم تليف في عضله القلب زي يعني بدون اسامي يعني، فاللاعبين دول في فحوصات متطوره اتعملت لهم زي مثلا رنين على عضله القلب نطمن في تليف ولا لا، وبيمشوا في تراك معين، واللعيب اللي احنا بنبقى شايفين ان هو محتاج حاجه اكبر طبعا بنعمل له دراسه كهروفيسيولوجيه، بنعمل له مقطعيه على الشرايين التاجيه، كل لاعب على حسب الحاله. ولكن هو الحاجه الاكيده اللي نحب نقولها ان في يعني في لعيبه كتير جدا على مستوى العالم داخل مصر وخارج مصر اتعمل لهم حاجات يعني بدون تفاصيل طبعا داخل القلب او حاجات، وبيمارسوا رياضه بشكل طبيعي وبيكملوا يعني. يعني ممكن حضرتك مريض القلب يمارس رياضه؟ هو اصلا في الجايد لاينز المفروض ان هو ليه جزء معين في اللايف ستايل في طريقه حياته ان هو يعمل رياضه لمده معينه كل يوم، بس ما يكونش رياضي ولا دي برضه عادي؟ الرياضي دي ليها شروط معينه، يعني ليها شروط معينه حسب المرض اللي موجود وحسب طبيعه الشخص اللي موجود ونوع الرياضه اللي بتمارس. لكن كمريض القلب بصفه عامه انه ما يمارسش رياضه لا، ده حتى الجايد لاينز او التوصيات العالميه بتوصي ان هو يتحرك بشكل معين ويمارس رياضه معينه، وده بيساعده في اعاده التاهيل نفسه ان هو يبتدي يستعيد حياته الطبيعيه بعد اصابته بمرض في القلب. هل يا فندم عضله القلب للمريض الرياضي بتبقى اكبر من الطبيعي؟ بسمع ساعات كده. ده طبعا ده بيبقى وارد بشكل كبير، وده حسب نوع الرياضه هل هي رياضه عنيفه ولا لا، وبتتطلب ان انت تمارس رياضه وتضغط على العضله دي ولا لا، لان العضله دي المطلوب ان هي تدق عشان تطلع دم قصاد ضغط معين موجود في الشريان زي الاورطه، فكل ما انا بضغط عليها بضغوط عاليه ورياضه عنيفه لازم العضله تخلق ضغط كويس عشان يعرف يوصل للعضلات ويمارس الرياضه كويس، فبيحصل شويه تضخم في عضله القلب نتيجه بعض انواع الرياضه. دكتور محمد، هل احنا محتاجين متخصصين قلب في الملاعب؟ لا، احنا محتاجين ان احنا نكمل في نفس التراك اللي احنا ابتدينا فيه اللي هو ازاي الوقايه الاول، او ازاي نمنع ان الكلام ده ممكن يحصل في ملاعبنا تاني. والملاعب دي مش مقصود بيها يعني كره القدم بس، يعني اي رياضه فيها، لان اكتر حاجه هي بتختبر القلب هي الرياضه او المجهود. فرقم واحد ان كل الفريق الطبي يعني اللي ماسك الانديه انكلودينج دكاتره العلاج الطبيعي او الدكاتره المتخصصين لازم ياخدوا دورات انعاش قلبي رئوي، لازم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الحالات دي في حالات الطوارئ، والشهاده دي بتتجدد كل فتره. لازم كل ملاعبنا يكون فيها طبعا عربيات اسعاف، ودي حاجه مطلوبه. والحاجه المهمه اللي بناكد عليها في جهاز اللي هو الاي اي دي او الجهاز الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريتور اللي هو جهاز الصدمات الخارجي.
احنا طبعا بيبقى عندنا في المستشفيات جهاز اسمه دي سي شوك، ده لدكاتره القلب ودكاتره الرعايه المركزه، احنا بنعرف نتعامل معاه. لكن الجهاز ده معمول يعني للناس الغير متخصصه في القلب او في الرعايه، ده بيقرا لا قدر الله لو واحد وقع في الملعب او حاجه، فالجهاز ده بنوصله باللاعب وهو بيقول لنا تعمل ايه، هل هتتابعه، هل لا نشتغل انعاش قلبي رئوي، ولا هو بيدي الصدمه الكهربائيه. فوجود برضو الجهاز ده اعتقد في الملاعب هيدينا يعني طبعا هيعمل فرق كبير جدا في النتائج او لا قدر الله في حاله تعرض حد لاصابه او حاجه. الحاجه الثانيه المهمه طبعا الكشف الدوري. لازم كل فتره، واعتقد الكاف والفيفا دلوقتي كمان يعني اللعيبه عشان تلعب دورات كبيره مجمعه كبيره يعني زي بطولة افريقيا او دوري او بطولة كاس اوروبا او ايفن كاس العالم، لازم بيعملوا بيمروا بفحوصات طبية معينة، واللي بيجتازها بنقدر نديله السماح ان هو يمارس الرياضة. كان معايا دكتور برضو المعالج لاحمد، وقال لي في اخر المكالمة احنا عايزين نقف قصاد ظاهرة كبيرة، وان انت ما نعتمدش على الشهادات، نعتمد على الفحوصات. يعني ما فيش واحد يروح يجيب شهادة ان انا كويس لعيب ويلعب. والله هو دلوقتي كان في مبادرة تمت في آخر مؤتمر قلب في اسكندرية، وكانت بتنص على الفحوصات دي والتوصيات اللي لازم تطلع قصاد ان يعني نقلل او نحد من التوقف القلب المفاجئ وخصوصا لدى الرياضيين، وده فعلا خطوة اتخذت بالفعل. وكان في كمان اجتماع في وزارة الشباب والرياضة، اعتقد كان يوم 28/3 او 24/3، محضور معالي السيد الوزير ودكتور استاذ دكتور حازم خميس والدكتور محمد صبحي، وكان في برضو توصيات كتيرة جدا بخصوص ازاي نتلاشى الامور دي، وايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها في الملاعب او للطاقم الطبي نفسه، والتدريب المستمر للطاقم الطبي نفسه لمواجهة الحاجات دي. مش مجرد ان انا ادربه مرة وهو يبقى خلاص مؤهل اني اعتمد عليه فترات، لا، لازم نعيد تدريبه تاني وتأهيله ان هو في الحالات دي لازم يكون التصرف سريع جدا، يبقى في تناغم في الحركة ما بين المسعفين والاجهزة الموجودة والطبيب نفسه، وازاي يتم النقل وازاي يتم التعامل والحاجات دي كلها. معلش بس استضافة ان الجهاز اللي قال عليه الدكتور محمد كان فعلا موجود في عربية الاسعاف، وحضر بيه فعلا الله يرحمه الكابتن احمد رفعت الى طوارئ مستشفى زمزم، وكان متوصل فعلا عليه وبيعمل بشكل جيد. يعني هو بالفعل الجهاز كان موجود بالفعل، وكان بيعطي الصدمات الكهربائيه في وقتها للدكتور احمد. ويمكن اكبر دليل على كده ان احنا على ما وصل المستشفى، وده كان فيه هنا شويه وقت، لما استعاد عافيته الله يرحمه بعد الحادث ده، رجع بكامل طاقته العقليه وما كانش فيه تاثير كبير على حاجه زي كده، وده يدل على ان الانعاش كان مؤثر من اللحظه الاولى. والا لو كان فيه اي فرق في الانعاش كنا ممكن نلاقي اضرار حصلت. دكتور، هل اللعيبه نفسها محتاجه لمحاضرات ودورات؟ يعني بعض اللعيبه يقول لك انا مش قادر بس هدوس على نفسي، العب، مدرب يقول له دوس على نفسك، خليك راجل، دوس على نفسك. لا، ده طبعا ده كلام مهم جدا. لازم اللعيب يبقى يعني لو طبعا توفر محاضرات نقدر يعني اي حد شغال مجال طب القلب الرياضي انه يفهم اللعيبه ايه الحاجه اللي ممكن ياخد باله منها، ايه الاعراض لو حس بيها في الملعب، ايه لو بره الملعب حتى حس مثلا بضربات مش منتظمه يبلغ الطبيب، نعمل له رسم قلب 24 ساعه نوصله نتاكد ان ما فيش لا قدر الله ضربات مش منتظمه، ننبه عليه على اي ادويه بياخدها او حاجه لازم يبلغ بيها الطبيب او حاجه. النقطه بس اللي كنت حابب اضيفها كمان ان جهاز الاي اي دي دلوقتي في اوروبا بيتعمل عليه يعني زي دراسات انه بيوصلوه بالدرونز الاماكن، مثلا ناس ساكنه في الجبل، فعبال ما توصلهم عربيه الاسعاف فممكن الدرونز ياخد الجهاز الاي دي ده يوصله المكان انعاش القلب الرئوي، وبالتالي يعملوا مقارنات ما بين وصول عربيات الاسعاف، هل هي اسرع ولا الدرونز بتبقى اسرع يعني. فطبعا كل ده يعني اي حاجه هتفرق في حياه بني ادم. يعني الناس بتدور دايما ازاي، لان اللحظات الاولى في توقف القلب هي لحظات فارقه. احنا ممكن نشتغل انعاش قلب رئوي بعد 5 دقائق بس هيكون الدم اللي بيوصل المخ خلاص، المخ يعني تدمر والمريض مش هيفوق، يعني القلب هيرجع ولكن هيكون المخ توقف عن العمل وهيفضل بقى على يعني جهاز تنفس صناعي. فالحقيقه برضو لازم نشيد بدور الدكاتره اللي اشتغلوا على الكابتن احمد، ويعني ربنا يصبر اهله ويرزقهم الصبر والسلوان وربنا يرحمه يعني. بس بفضل مجهودات كبيره اتعملت مع الكابتن احمد هو قدر
يعني يعدي مرحلة صعبة جدا في حياته، ولكن في الآخر زي ما قلت لحضرتك في الأول نصيب. نحن لا نمنع القدر، وده نصيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب. ظاهرة أخيرا ويعني اتكلمنا عنها كتير في كل جيمات مصر وكل الأندية، وهي المكملات الغذائية والحاجات اللي احنا مش عارفين لها أي حاجة، اللي بياخدوها ناس كتيرة جدا ممارسة للرياضة، مش حتى أبطال وأبطال، وبسمع بعد كده إن هي بتجيب تأثر على القلب وبتجيب أمور قلبية. ده حقيقي. المواد دي أغلبها بتبقى أمينو أسيدز وحاجات خاصة بالبروتين عشان التكوين العضلي بتاع جسم الإنسان، وده في حد ذاته بيجهد الكلى وبيأثر على الأملاح بتاعة الجسم بتاع الإنسان، وده بيكون عامل من العوامل المساعدة جدا في حدوث اضطرابات ضربات القلب، اضطراب الأملاح في جسم الإنسان. أنا الحقيقة يعني ديت كتير إن الجيمات كلها الأندية بيبقى فيها علم، واللعيبة بتلعب الكرة بتبقى مثقفة وكده، فممكن تبقى بعيد عن القصة دي، لكن الناس في الجيم والناس اللي بتلعب حديد والناس بتلعب كمال أجسام بشوف يعني أمور. هو عشان النتيجة بتبقى سريعة، هو بيدوروا دايما على النتيجة السريعة. مش بس كده دكتور، ده اللي بياخدها دكتور ويديها الناس، وكورسات حقن للناس، وده يدي لده وده يدي لده. ما اعتقدش ان برضه في معظم الوقت هيكونوا دكاتره اللي ممكن بيدوا يعني حقن زي حقن الجروس هرمون او الجي اتش المشهوره جدا. بتدي نتائج مهوله في وقت قصير، ولكن دايما بقول لو انت داخل بطوله او حاجه خليك مع دكتور تحت اشراف طبيب يعمل لك تحليل هرمونات. ولازم نعمل ايكو يعني نتاكد ان مفيش تضخم في عضله القلب، لان يعني اعتقد برضو كمال الاجسام فيه لعيبه كتير جدا وفيات في سن صغير اتسجلت، ولان كل ده طبعا بيتم بدون اشراف طبي ناس متخصصه. يعني اعتقد هنا الجيم لازم يبقى فيه حد خاص بالتغذيه وحد خاص من ناحيه الطبيه. بنحاول والله نعمل حمله كبيره في القصه دي ان شاء الله باذن الله نوصل لحاجه. يعني دكتور عمرو بشكر حضرتك ويعني تعبينكم دايما، ويا رب كده يعني يكون حديثنا كله مش في أحزان، يكون حديثنا كله في الملف الطبي إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك يا فندم. دكتور محمد تشرف وجود حضرتك معايا. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. معايا كريم. شوف حاجة. خلصنا حديثنا مع دكتور محمد دكتور عمرو، طبعا بشكرهم شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم الملف الطبي دايما الناس بتبص في أي موقف زي ده عن سلبية أو إيجابية، ممكن يكون فيه إيجابيات كتيرة جدا، ولكن دايما عايزين الأفضل الملف الطبي داخل الملاعب علشان لا قدر الله نتفادى أي لحظة من اللي احنا فيها دي. بشكرهم شكرا جزيلا. فاصل ثم بعد فاصل كابتن أحمد بلال.